أعلن نائب رئيس موسوعة الجينيس للأرقام القياسية في الشرق الأوسط طلال عمر عن حصول شركة سالي فودز على شهادة الجينيس للأرقام القياسية كأكبر رقم توزيع وجبات مدرسية على مستوى العالم في الفترة من عام 2021 وحتى عام 2022. وأكد طلال أن شركة سالي فودز توافقت مع كافة معايير الرقم القياسي العالمي ووفرت الأدلة المطلوبة للتوثيق الرسمي. إنه سالو فود لما تعرفنا عليها أكثر هي مجمع مصانع بس بمعايير عالية جدا، وأعتقد إنه لديهم نموذج جدا جميل لسلاسل الإنتاج. الأجمل من ذلك إنه الأرقام القياسية بتكون لأهداف مختلفة. اليوم الهدف لهذا الرقم القياسي بيمس شريحة مهمة من المجتمع المصري اللي هي شريحة الطلاب. الهدف من سالو فودز هو دعم ما يزيد عن 30,000 مدرسة، الوجبات توصل إلى أكثر من 12 مليون طالب. الرقم القياسي هو أكثر من 600 مليون وجبة تم تقديمها في خلال عام دراسي واحد.